خمس سنين أمشي بمعاملة المفقود. هسه كتبوا شهيد ومن كله على موت كله هذا الأبهار حمس 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 حتى الأب حضل راسه بالقارة. وهسه من مال الله عندي فرد ولد وإحنا 12 نفر على كتف هالولد وأني مريضة وتعبانة كل النهار يشيلني على الدكاترة ويركض وراي. وهسه البنت وحدها وينها بنتي جاهلة شنتي وينها شنتي جاهلة وخمس أطفال برقبتها وكنا ستة وهاي خمس سنين درهم ما شايفين من أحد غير على الله على كتف واحد عندي والله واحد هو اللي قاهم المسألة والعدالة. علش هالمسألة والعدالة؟ الفقير رايح بخمسة وجايب خمسة. الله مذاك هاي خمس سنين عدنا خمس شهداء احنا خمس بنات استشهدوا وهاي صار لنا خمس سنين على هالمعاملات. أهل الموصل بس عليهم هاي المسألة والعدالة. شنو هاي عقوبة؟ إذا عقوبة خلي يقولون عقوبة. شنو البشر شهيد يقولوا تعال سوي مسألة العدالة مال الشهيد يعني عليش. هي هاي أهم شيء عندنا المسألة والعدالة. تقولون ما تمشي إلا بعد سنة ونص وأنا هاي خمس سنين أمشي بالمعاملة يعني انتظر سنة ونص حتى تجي المسألة والعدالة. وين صايرة هاي؟ يقولون والله طيب يجي. وين هاي خمس سنين حكومة لا تدور لا تجيب لا تودي لا تروح ما يصير يا عالم يا ناس ارحموا.